ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في السفر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو لواحد من افلام الرعب المرتقبه لسنه 2024، وهو فيلم نوسفراتو. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان ده بجد يا جماعه بيساعدنا جدا، واللايك والشير، ويلا بينا نبدا حلقتنا. فيلم نوسفراتو هو من كتابه ومن اخراج المخرج الفشيخ روبرت ايجرز، وهو اللي كان اخرج لنا قبل كده فيلم ذا ويتش، The Lighthouse و The Northman. الفيلم من بطولة ايرون تايلر جونسون وبيل سكارسجارد ونيكولاس هولت وويليام ديفو، وعندنا بنت كمان جوني ديب اللي هي ليلي روز ديب. نوسفراتو هو من الافلام الرعب اللي المفروض هتنزل السنة دي. اكشلي هو هورور سلاش فانتسي، هو المفروض ان هو هينزل السنة دي في 25 ديسمبر، ده لسه اخر السنة حرفيا. انا مستغرب جدا 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 ان الفيلم ده اوريدي نزل له تيزر، يعني انا مستغرب فشخ. يعني انا كنت متوقع مثلا ان التيزر بتاع الفيلم ده ولا حاجه يكون نازل له مثلا كمان شهرين 3 شهور. فكره ان هو لسه، يعني احنا لسه في شهر يونيو، فغريب قوي ان هو ينزل له تريلر يعني ولسه فيلم في ديسمبر، يعني لسه في شهر 12. فغريبه قوي ان ده حاجه زي كده ممكن تحصل. احنا لسه لحد دلوقتي اصلا ما جالناش خبر ان لسه هيبقى، يعني او اكشلي ما جالناش خبر ان هيبقى فيه اوفيشال تريلر تاني لديد بول اللي هو اصلا خلاص نزل الشهر الجاي، خلاص يعني اولموست اسبوعين او اسبوعين ونص الفيلم يكون نزل. فغريبه قوي ان التريلر بتاع فيلم زي ده لسه في ديسمبر ويكون اوريدي نزل. انا بصراحه ما كنتش عارف اعمل تريلر رياكشن للفيلم ده ولا لا، لان التيزر صغير جدا، بس انا بصراحه انا متحمس جدا للفيلم ده، خصوصا المخرج انا بحبه جدا اللي هو روبرت ايجرز، وبصراحه الكاست ليست اللي معانا جامد جدا جدا جدا، فدي حاجه لوحدها مشجعه. طب احنا ممكن نتفرج على التريلر بتاعنا، ولو في اي حاجه تستدعى ان احنا نتكلم عنها او نقول عنها حاجه هنتكلم، يعني خصوصا ان تيزر وبتاع. بس هو طبعا مش هندي نسبه ترقب زي ما عطينا في التريلر رياكشن بتاع فيلم سمايل، لان ده برضو تيزر صغير قوي، يعني مش عارف، ما اعتقدش ان هيبقى فيه تفاصيل قوي، فممكن نستنى احسن لما ينزل الاوفيشال تريلر ونديله نسبه ترقب. احنا المره دي هنتفرج كده لمؤاخذه هنشوف. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. نوسفراتو، يلا بينا. اوكي، برضو زي ما قلت تيزر صغير قوي 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 قوي، انا افتكرت انه هيبقى اطول من كده. تاتشات بجد، تاتشات روبرت ايجرز، تاتشات روبرت ايجرز في التريلر ده بجد رهيبه، يعني لا مش طبيعيه. يعني طريقه الاخراج والسينماتوجرافي بتاع الفيلم ده بيفكرني فشخ بفيلم ذا لايت هاوس، ونفس الممثل على فكره ويليام ديفو موجود في لايت هاوس وبرضو موجود في الفيلم ده. الراجل ده بجد مظلوم جدا، يخرب بيت كده. ويليام ديفو لسه من يعني من الممثلين لحد دلوقتي مش عارف ازاي ما كسبوش الاوسكار، بجد 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 حقيقي ممثل بجد مظلوم فشخ واندر ريتد فشخ، مع انه ممثل جبار وبيعمل ادوار فشيخه. انا مش عارف الراجل ده بصراحه يعني يعمل ايه اكتر من كده يعني. لا بصراحه بصوا، انا مش حدي نسبه ترقب، لان زي ما قلت الاعلان صغير قوي، بس بصراحه التيزر فشيخ، التيزر فشيخ. وبرضه اللي عاجبني ان برضه مفيش اي حاجه من البلوت محروقه قوي، لان هي قصه نوسفراتو، يعني حاولوا تدوروا بقى على القصه بتاعت نوسفراتو. القصه برضه يعني معروفه، يعني ليها علاقه بفامباير والست دي اللي معانا في احداث الفيلم هي البطله بتاعتنا، يعني قصه حلوه يعني. فبس ما امتروش القصه، استنوا احسن لما الفيلم ينزل برضه عشان ما يتحرقش عليكم القصه. بس لا انا بصراحه مش اشتريت، يعني انا بصراحه اشتريت وعجبني جدا 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 التيزر. وانا روبرت ايجرز بصراحه مخرج فشيخ، يعني انا اكتر حاجه عجبتني في الـ في الـ في, الـ في التريلر الدايركتنج والسينماتوجرافي، دي اكتر حاجه شدت انتباهي بجد، اكتر حتى كمان من الاداء التمثيلي للممثلين. يعني ده برده ممكن يكون من الحاجات اللي فعلا بجد حقيقي الواحد منتظرها السنه دي، واتمنى بصراحه تبقى على قد التوقعات، يعني عليه اقبال جامد قوي من الناس، يعني ان هو ان الناس تتكلم عليه بقاله فتره كبيره، فاتمنى ان هو يبقى فعلا بجد على قد التوقعات. زي ما قلت بصراحه انا مش هدي نسبه ترقب، لان التيزر صغير جدا جدا جدا. انا اتمنى لما اشوف الاوفيشال تريلر، انا 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 بصراحه مشتري، يعني انا حتى لو هنكمبير مثلا ده مع التيزر اللي احنا لسه عاملينه رياكشن
في نفس القعده بتاع فيلم سمايل. الحلقه بتاعته ان شاء الله باذن الله هتكون اوريدي نزلت. لا بصراحه يعني انت في فرق شاسع في كل حاجه، يعني انت ما فيش مقارنه اصلا. يعني انا من التيزر انا شايف، لا بصراحه احنا شكلنا داخلين على عظمه السنه دي يعني. فده ممكن من الحاجات اللي انا فعلا بجد اللي اقدر اقول ان انا اي بوت ماي تشيبس اون ات يعني بجد بامانه. مستني طبعا الاوفيشال تريلر عشان نتكلم عنه اكتر ونعمله تفصيص. معرفش بقى الاوفيشال تريلر هينزل له امتى، وطبعا كالعاده التيزرز احنا ما بنديلهاش نسبه ترقب لان التيزرز دايما بتبقى اغلبها بتبقى صغيره جدا. بس انا حاسس ان الاوفيشال تريلر لو هيبقى على نفس النمط بتاع التيزر نسبه الترقب بتاعته هتبقى عاليه، ده فور شور يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم نوسفراتو. طبعا الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو، هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستجرام برضه هسيب لكم لينكس في الديسكربشن. وباي باي.